عند الترمذي كما ثبت: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما. إما لأن الذنب الذي وقع فيه هو عظيم باعتبار ما في قلبه من الإيمان، أو أنه ذنب عظيم، فدل هذا على ماذا؟ على أن بر الوالدين يكفر بعض الذنوب التي هي كبائر. قال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألك أم؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: أفلك خالة؟ لأن خالة من منزلة الأم. قال: نعم يا رسول الله. قال: فبرها.